اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من حكيتك، عم نقدم لكم اياها من الفلاج شيب ستور لأورنج اللي موجود بعبدون. بحلقتنا لليوم رح نحكي بتفاصيل عن هاتف جديد من ابل، وبرضه رح تعرفوا عن اللعبه الجديده لهاري بوتر اللي هي هوغوارتس ميستري، وبرضه رح تعرفوا تفاصيل عن نظارات واقع معزز عم نقدم لكم اياها بحكيتك. أول أخبارنا لليوم عن شركة أبل، وتحديداً اللون الأحمر اللي رح تطلقه شركة أبل لأجهزة الآيفون 8 والآيفون 8 بلس. أعلنت شركة أبل خلال هذه الفترة أنه رح يتم إطلاق هذه الهواتف باللون الأحمر، ورح يروح جزء من أرباح هذه الهواتف لمؤسسات خيرية. قامت الشركة بالإعلان عن اللون الأحمر من هاتف الآيفون 8 وال8 بلس بنفس الوقت اللي أعلنت فيه الشركة السنة الماضية عن الألوان الجديدة من هواتف الآيفون 7 وال7 بلس. من المتوقع أنه يتم توفرها في الأسواق قريباً جداً. بلش الطلب المبكر لهذه الهواتف بعشرة من شهر أبريل. من المتوقع أنه نشوف هاتف الآيفون 8 باللون الأحمر بسعر $699، وال8 بلس رح يكون بسعر $799. والخبر الثاني معنا عن شركة زيومي، وتحديداً هاتف الألعاب بلاك شارك. هذا الهاتف من المتوقع أنه يتوفر بـ 13 من شهر 4، وأعلنت رسمياً هذه الشركة أنه رح يكون موجود ورح يتنافس مع العديد من الهواتف المخصصة بعالم الألعاب. من المتوقع أن يكون هذا الهاتف بتنافس مباشر مع أجهزة ريزر ونوبيا، ورح يعمل بمعالج سناب دراجون 845 SoC. رح يجي هذا الجهاز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت، وأكيد رح يجي بشاشة عرض كبيرة جدا لأنه هي بالأخير أجهزة للألعاب. وغير هيك من المتوقع أن يجي بسعة بطارية كبيرة جدا بحدود 4000 ملي أمبير. وصار الوقت ان نروح لعالم الحواسب المحموله، وتحديدا شركه اتش بي اللي اعلنت عن اطلاقها للحاسب المحمول الجديد زد بوك اكس 360. هذا الحاسب الجديد من المتوقع انه يجي بمعالج سداسي النواه. الاشي المميز بهذا الحاسب الشخصي انه بنقدر نستخدمه باكثر من طريقه. ممكن نستخدمه كتابلت مثل ما مسكته بايديك بالضبط، وبرضه ممكن نشبكه على لوحه المفاتيح الخاصه فيه، وغير هيك ممكن يضل مشبوك بلوحه المفاتيح ومع المفاصل اللي رح تقدر انها تكون مرنه جدا. ممكن انه نقلبه ورح يصير تابلت، ولكن رح يضل مشبوك فيه قاعده الكيبورد. يعني في عندنا اكثر من طريقه حسب ايش عملي اكثر بالنسبه لنا وطبيعه شغلنا وطبيعه استخدامنا لهذا الجهاز رح نقدر انه احنا نحركه. وطبعا رح ضلها شركه اتش بي اخذه بعين الاعتبار الشكل الجمالي لهذا الجهاز، عشان هيك قررت انها تستخدم الخام المعدني للاكستيريور تبع هذا الجهاز. وغير هيك رح يجي ب 15.6 بوصه، ومن المتوقع انه يجي ب 1080 ميجا بكسل. واحدة من أهم الأشياء اللي إحنا بنطلع عليها على الأجهزة المحمولة إنه قد إيه رح تضل هذه البطارية شغالة معنا بالشحنة الواحدة، فبهذا الجهاز رح يضله مستمر لمدة 16 ساعة، ورح يقدر إنه يشحن 50% فقط بنص ساعة. رح تكون هذه الأجهزة متوفرة خلال شهر 5، ومن المتوقع إنه يجي الأكس 360 بسعر $1499، ورح يجي الاستوديو بسعر $1299. ومننتقل لنحكي عن شركة ليب موشن اللي عم بتقدم لنا نظارة واقع معزز بتقدر انها تعقب حركة الايدين بس ب $100. رح يتم اطلاق اسم بروجكت نورث ستار على الواقع المعزز اللي رح يتم استخدامه في هذه المنصة، ورح تتضمن نظارات الواقع المعزز اللي هي ليب موشن. من المتوقع أن يجي سعرها بحدود $100. والإشي الرهيب بهذه التكنولوجيا تحديداً أنه عم بيكون في عنا خاصية رائعة من خلالها رح نقدر أنه نتحكم بالوسط اللي رح نكون عايشين فيه من خلال هاي النظارة، ورح نقدر أنه نستفيد من كل أصبع من أصابعنا بطريقة معينة، ومن خلالها رح نقدر أنه نتحكم بالواقع اللي رح نكون عايشين فيه. ورح نروح لعالم التواصل الاجتماعي، وتحديدا سناب شات اللي اطلقت الملصقات الخاصه لمستخدمي الايفون اكس. ومن خلال استخدام واقع المعزز الموجود تحديدا بهواتف الايفون اكس، قررت شركه سناب شات انها تقدم 3 ملصقات واللي احنا بنطلق عليهم اسم لنسز. فرح يقدروا مستخدمي هذا الهاتف تحديدا انهم يستفيدوا من هاي الملصقات، ورح يقدروا انهم يستخدموها مع تقنيه الواقع المعزز. الجدير بالذكر انه قامت شركة ابل بتجربة هذه الملصقات بشهر سبتمبر الماضي، ولكن هلأ صارت متوفرة لكل اجهزة الايفون اكس من خلال تطبيق سناب شات اللي بتلاقوه على الابل ستور. وصل الوقت ان نروح لعالم الالعاب، ورح نبلش مع نينتندو لاب، وتحديدا العرض الدعائي الجديد لهذا الاشي اللي رح نقدر نشتريه ونستفيد منه مع العاب النينتندو. فرايتي كيت وروبوت كيت.
هم الحزم اللي احنا رح نقدر انه نشتريهم ونجمعهم مع بعض لنقدر انه احنا نستفيد منها بالالعاب المختلفه اللي عم بتقدم لنا اياها شركه نينتندو. والفيديو ادعائي الجديد عم بيركز على كيفيه قص وتركيب هذه الحزم اللي احنا بنشتريها حتى نقدر انه احنا نستفيد منها ونستخدمها بالالعاب. والخبر اللي هلأ رح أحكي لكم عنه لكل الأشخاص اللي بيحبوا هاري بوتر. أعلنت شركة Warner Brothers Interactive إنه رح يتم إطلاق لعبة هاري بوتر Hogwarts Mystery خلال هذا الشهر. هذه اللعبة اللي رح تكون متوفرة على الأجهزة الذكية رح يتم إصدارها بـ 25 من الشهر الحالي. والإشي المميز بهاي اللعبة إنه كل الأساتذة اللي إحنا شفناهم عم بيمثلوا بهاري بوتر بأجزائه المختلفة رح يكونوا موجودين بهاي اللعبة، وغير هيك الأصوات نفسها اللي سمعناها بالموفي رح تكون موجودة بهذا الجيم، لأنهم اتفقوا مع الممثلين الأصليين بهاري بوتر إنهم يأدوا شخصيات اللي عم بتكون موجودة بهذه اللعبة وبتمثل شخصيتهم بالموفيز. وصار الوقت إنه نروح لأخبارنا السريعة على اليوم. نبلش مع شركة سكايبي اللي قررت إنها توفر خاصية تسجيل المكالمة الهاتفية أو الفيديو كول اللي عم بيكون على سكايب من خلال كونتنت كرييتر جديد. وبالخبر الثاني، شركة أبل رح تقوم بإعادة تصميم الماك برو ورح تقوم بشحنه بعام 2019. وبالخبر الثالث والأخير، قررت شركة تويتر إنها تحط قواعد جديدة حتى تحسن من سلوك مستخدمين على منصتها. وبهيك بنكون وصلنا لنهاية حكيتك لليوم، نلتقي فيكم الأسبوع الجاي، مع السلامة.